الأزرق التي يرتديها التلاميذ في المدارس دليل تعلقهم بالمدرسة وحبهم لمقاعد التعليم، أما اليوم فمعظم التلاميذ لا يحبذون ارتداءها ويعتبرونها مصدر إزعاج. إسماعيل محبوب. جميلة هي الصورة التي رسمها التلاميذ يوم التحاقهم بالدراسة قبل شهرين، صورة زينت بها وزارة التربية كافة المؤسسات التعليمية، وذلك باعتمادها اللونين الأزرق والوردي كألوان موحدة لمآزر التلاميذ. جيبوها في الكرطون ما تكونوا داخلين نلبسوها. وليش ما تلبسهاش برا؟ ما جاياش لبس طبلية برا ما جاياش. بعيدا عن هذه الصورة، ارتداء التلاميذ للمآزر خارج المؤسسات التربوية أصبح أمرا محرجا. أنا نشغل كومبليكس كي نلبس طبلية ما نقدرش. بعد غير نلحق لهنا قدام باب المسجد نلبسها ونجي داخل المسجد، غير نعاود نخرج النحية. عادة تفريط هؤلاء التلاميذ في مآزرهم لم تقتصر على الذكور فحسب، بل تعدثها للإناث أيضا. كي نجي داخل الكلاسة نلبسها، وكي نخرج من المسجد نحيها. علاش نحيها؟ سكان مشي بها في الطريق. أولياء التلاميذ بدورهم يقترحون فكرة اللباس الموحد كبديل على المآزر الذي تأخرت في تبنيه المدرسة الجزائرية. ماذا بينا نشوفوا ولادنا كاع يلبسوا كيف لباس موحد كما في الدول الأوروبية، كما في الدول جيراننا نقولوا لافريك، يكونوا كاع موحدين في اللبسه، في لي كوستيم، في لي كرافات، هذوك اللي يديروهم يبانوا دي زيتيديون داخلين المسجد كاع بلباس موحد. حفاظ التلاميذ على هندامهم ولباسهم الموحد بقدر ما هو إيجابي لإعطاء صورة حسنة للمدرسة الجزائرية هو شعار للتحضر والتقدم نحو مستقبل زاهر. مشاهدينا فاصل.